ان شاء الله ابتداء اليوم كنا سميتو كانت ندوه صحفيه، ولاول مره كيدار ندوه صحفيه قبل ما يبان الفيلم. كيف قلت قبيله ان هذا شيء يدل على الثقه ديال الاعلاميين في الشخص ديال سعيد الناصري، في العمل ديال سعيد الناصري. فان شاء الله غدا غادي يكون العرض الاولي هنايا في الرباط بميغاراما ابتداء من الساعه 8، وغادي يكون حفل ديال نحتفلوا بالفنانين. والاسبوع الجاي ان شاء الله اللي هو يوم الاثنين غادي يكون لقاء صحفي في ميغاراما بالدار البيضاء، وغادي يكون العرض الاولي في الدار البيضاء بالنسبه للجمهور البيضاوي على الساعه 8 بميغاراما. في نفس الوقت كيف قلت لكم انا كنشكر ميغاراما على المجهود اللي قاموا به معنا، وعلى التنظيم اللي نظموا به الخروج ديال الفيلم ولا ديستريبيسيون ديال الفيلم. ان شاء الله الفيلم غادي يكون في القاعات السينمائيه بطريقه رسميه يوم 25 في هذا الشهر اكتوبر، وانا جد سعيد انني رجعت للميدان الفني بقوه بفيلم جميل جدا، فيلم اللي كنتمنى من الله انه يلقى نجاح عند الجمهور المغربي، رغم انهم تيقولوا لي راه افلامك الحمد لله كنبغيوها وكتشاف، وانا كنشوف في اليوتيوب الافلام كيفاش كتعاود في التلفزيون، كيفاش الناس كيعاودوا يشوفوا الافلام ديالي. فنتمنى ان هذا الفيلم يكون حتى هو في نفس يعني في نفس غادي في نفس الوتيره. الفيلم تيتكلم على مشاكل اللي تيعيشوها واحد الناس اللي هما واحد الطبقه معينه، واحد الشريحه من المجتمع اللي كتعاني من 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 انكسار اجتماعي وظروف اجتماعيه خايبه بزاف، وناس اللي عندهم يعني ظروف صعبه، ناس اللي عندهم وليداتهم تيحرقوا باش يمشوا يقلبوا على السعاده في دول اخرى وتيموتوا في الطريق، وليدات اللي قراو وما لقاش الخدمه، وليدات اخرين اللي واخدين دبلومات كبيره، عقول اللي تتهاجر خارج الوطن. الحمد لله الان ما يعني الحمد لله الان هاد الاشياء بدات تتغير شيئا ما بفضل القرارات الكبيره اللي خداها صاحب الجلاله الله ينصره. لكن المشكل اللي كيبقى دائما مطروح، اين هو دور الحكومه؟ هذا هو يعني من الان ملي تنشوفوا ان كاين واحد الحوار ما كاينش ما بين الشعب وما بين الحكومه، وهذا هو اللي تيوقع واحد القطيعه ما بين الناس، ما بقاتش كتثق. لان حتى واحد الناس دابا الان تيقول لك حنا ما بقيناش نشاركوا كاع في الانتخابات، ما بقيناش بغينا نثقوا في هذاك المنتخب، ما بقينا. علاش؟ لان ما كاينش حوار. حنا اللي كنطالبوا فيه من خلال هذا الفيلم، وكنتمنوا ان الله ان هذه الحكومه اللي كنهضر عليها في هذا الفيلم ما تكونش عندنا في المغرب، ما بغيناش تكون في المغرب، لان داك الشيء علاش سيت اون فيكسيون، يعني هو من نسيج من الخيال ديالي انا، ان الناس بعض الخطرات ملي كتمشي تطالب بحقها تتلقى الباب مسدود. وهذه المساله سيدنا الله ينصره هضر عليها صاحب الجلاله، قال في الخطاب ديالو ان بعض الناس البسطاء تيتوجهوا لسيدنا ديريكت باش يكتبوا له رسائل وباش يقضي لهم الحاجات ديالهم، وتيقول لك انا سعيد انني نقضي لهم الحوايج ديالهم، ولكن راه هذه خدمه ماشي ديالو هو، يا ديال الناس اللي مسؤولين ومنتخبين عليهم واللي خصهم هما اللي يديروا هذه الخدمه هذه. فتلقاو بان صاحب الجلاله هو الوحيد اللي كيحل البيبان، هو الوحيد اللي حل الباب ديالو، هو الوحيد اللي كيقرا هذه الرسائل، هو الوحيد اللي كيحاول يعاون هاد الناس. فخص هذه الامور تغير، خص هاد الناس اللي في الحكومه يقوموا بالخدمه. وانا ما هضرتش من فراغ، هذه تجربه تنعيشوها. فمثلا انا الان يعني كسعيد الناصري تنقولها واتحمل كل مسؤولياتي، وزير الثقافه الحالي اللي هو السي بن سعيد، يعني للاسف الشديد هذا الرجل انا كنت وخا فيه الخير، نهار جا كنت من الناس اللي شجعوا لي انه ولد الميدان، وقلت غادي الان 6 شهور كنطلبوا انه يعطينا موعد، ما عطاش، ماشي غير لي انا، عدد كبير ديال وبقى فيا الحال انه طلبت الموعد وقالوا لي من بعد، ومن بعد جات راقصه من لبنان استقبلها وتصور معها وخرجت في الجرائد. ومني قلت لهم كيفاش تستقبل راقصه وسعيد الناصري، قال لك لا هذه كانت ضيفه عندنا واحد المستشار ديالو، قال لي لا هذه كانت ضيفه وكانت حقها غير بالصدفه. قلت لي انا يشوفني بالصدفه. للاسف الشديد هذا الشيء تيضر في الخاطر. الوزير كان اتصلوا به حاطين له اكثر من ملف لا يجيب على هاد الملفات. انا بغيت نعرف، وكيتكلم على الصناعه الثقافيه، كيتكلم على الصناعه الثقافيه في البلاد، كيهضر على التضامن، وكيقول لك حنا غنديروا اون فونداسيون باش نعاونوا الفنانه باش نتفاداو ديك الماساه اللي تيعيشوها الفنانين المغاربه. حنا قدمنا ليه ملف بسيط واللي خدامين فيه هذيك اكثر من 10 سنين اللي هو ليله نجوم الشاشه على سميتو على الصعيد الافريقي، لحد الان ما جاوبناش كاع وكيكذب علينا. هذا هو المشكل ديال الكذوب. ملي كيولي وزير كيكذب راه مصيبه.
تيقول لك انا معاك، انا شفت الدوسي، انا غدا ان شاء الله غادي نجاوبك. انا غدا ما كيقولهاش هو، ولكن كيصيفط الناس ديالو اللي تيقول لنا هذه الهضره، وهذه خطيره جدا، لان هذه راه ان انغاجمون ملي تيقولها. ومني كتقول لي راه حنا غادي كنوجدوا راسنا وكنبداو، وهضرنا مع الناس ديال التلفزيونات اللي كاينين وجاوبونا من افريقيا باغيين يجيو للمغرب، وجاو تعطى واحد الدعم اللي هو ديال 6 ديال المليار ولا 8 ديال المليار اللي تعطى، خدات منه لاجونس واحد 2 ديال المليار و6 ديال المليار تعطات. فين هي؟ يعني سولنا الوزير يقول لنا فين هي هاد 6 ديال المليار، فين هما هاد 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 الاعمال اللي دارت على افريقيا؟ ما شفناهاش. وحنا جايبين لك عمل اللي هو على افريقيا، وغيجيو منتجين ومخرجين وتلفزيونات افريقيا اللي غيسلطوا الضوء على المغرب، واللي غادي يصوروا مدينه الانوار، اللي غيصوروا الرباط، وغادي يديروا دي روبورتاج، وغادي يبينوا المغرب في احسن صوره. ومشينا على خطى ديال صاحب الجلاله السيد الوزير، ما كاينش هنا. وكيقول لك حق انا باغي ندير اون فونداسيون باش نتفاداو هاد الازمات. الموت ديال واحد الفنان اللي شفناه موت مؤسف جدا، حرق راسه وشعل فلا، راه اكبر بحال هذه راه ما كايناش. راه خص الواحد خصو يراجع راسه اكثر من 10 المرات. وانا تنقول هاد الشيء، خص هاد الناس هادو يفتحوا باب الحوار، خص يكون نقاش خصوصا مع المثقفين مع الفنانين، لان حنا كيف ما سيدنا تيعمل يمشيو غير الخطه ديال صاحب الجلاله. عندنا ان تري بون اكزومبل، عندنا مثل جميل جدا تنشوفوا التحركات ديالو. وكاين شي حاجه اكثر من انه كيعطي الدم ديالو، كيسري في عروق المغاربه. الدم ديالو عطاه تعطيه للمغاربه. حنا هذا الشيء بغينا نشوفوا، هاد الناس اللي هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. فنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان هاد الامور من خلال هاد الفيلم حاولنا نعبروا على بعض المشاكل اللي بحال هذه، ونتمنى ان شاء الله تلقى اذان صاغيه ونوصلوا لشي نتيجه معينه. اسمع، مواطنه مغربيه رجعت من الغربه من بعد مشاكل كثيرة عاشتها مع رجلها، فضلت أنها ترجع لبلادها، جابت بناتها وجات. من اللي جات كتصدم بأرض الواقع. هذاك الدبلوم اللي عندها هي ديال الطبخ اللي كانت كتخدم به في فرنسا في أوتيل فايف ستار، جابوا خدموها هنا كدير الميناج. هذا واحد. فاضطرت أنها تسوق الطاكسي البيض باش تعاون شوية مع الزمان. عندها ما مريضة حتى هي وكتربي بناتها. دونك سعيد ورفيق ولاد دربنا بالصدفه جايين، لانهم هما جايين للوتيل باش يشوفوا رئيس الحكومه، لانه ولد دربهم. فلانه هو حرش عليهم ريكارد كور، ما بغاش يشوفهم وداك الشيء بحال كيوقع دائما. مني وقع لي هكاك وجراو عليهم، غدخلهم ليا للوتيل. دونك انا بلا ما نحرق لكم الحلقات، غادي في مشهد بسيط جدا عادي بلا ما يقصد حتى شي واحد، بلا ما غتحول الى اختطاف لاعضاء الحكومه. وهنا كندخلوا في احداث الفيلم، ما بغيتش نحرقها باش الناس يجيو يتفرجوا. الفيلم زوين غادي يعجب الناس. حاولت نوصل، لان اسماء كانت كتعيش في كاريان رحامنا، حاولت نوصل المعاناه ديال هذوك الناس والمعاناه ديال المغاربه كاملين اللي تحت خط الفقر. الناس اللي عندهم مع الماتش شويه غادي يفهموا هذه القضيه ديال ناقص مليون، ماشي تحت الصفر، ناقص مليون او ناقص جوج المليون، سالب، اعداد سالبه. فقط هذا كل شيء. كيفاش كانت الظروف ديال العمل ديالكم في الفيلم؟ حسيتوا انكم مثلتوا يعني في واحد الحي شعبي؟ شوفي، ظروف العمل كانت زوينه. اولا صورنا في الحي الشعبي وصورنا في اوتيل فايف ستار. فظروف العمل كانت زوينه. انا ماشي من عندي امدح شركه الانتاج، وهذه من الحمد لله شركه المنتجه. العمل وفرت لنا ظروف جميله جدا للاشتغال، وكانوا واخدين بعين الاعتبار اننا غنمشيو بكاريان وهادي وكذا، فكانوا موفرين لنا بزاف الحوايج. الغريب اننا حنا هذوك الناس من كثرة ما تعاطفنا معاهم وتعاطفوا معنا ودخلنا مع بعضياتهم، حنا كنا جالسين في ديور هذوك الناس. ناس اللي بحال داكشي اللي وقع في الزلزال، ناس ما عندهم ما عندهمش بلوتوسير، اسمحوا لي كنت غنقول شي كلمه ماشي هي هذيك، وتيقول لك مرحبا اجي تغداي، اجي تاكلي، اجي تشربي، اجي هادي، اجي كذا، اجي كذا. فلذلك حاولنا نوصلوا رسالتهم الى متى غيبقى كاريان رحامنا. من حق هذوك الناس يعيشوا بجدران اللي 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 طرد لهم كرامتهم واعتبارهم ولو بعض الشيء. من حقهم اولادهم يقراوا في مدارس حقيقيه، من حقهم ابسط حقوق الانسان،
اللي هي الصحه والتعليم والسكن والحق في التمدرس والحق في, في, في ما انا شخصيا كالهام وعزيز ما كنطلبش لهذوك الناس اكثر من هكا، غي ابسط حقوق الانسان. الواد الحار ما كاينش. قولي للمشاهد اللي بغى يشوف الفيلم. مرحبا بكم، فيلم غادي يعجبكم، واخا هضرت بسوداويه نوعا ما وهضرت بهذا، كاين شويه الكوميديا، بزاف الكوميديا ماشي شويه، كاين مواقف انسانيه، كاين الفيلم هو فيلم خليط فيه كل شيء، مره غتضحك، مره غتبكي، مره غيبقى فيك الحال، مره غتقول اه هذه كاينه، ونتمنى نكونوا قدرنا نوصلوا رسالة ديال المواطن المغربي بصفة عامة بغض النظر على كاريير رحمنا، لأن ماشي غير كاريير رحمنا بوحدو، هناك كريانات. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.